اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد على القرآن ولك الحمد على شهر رمضان ولك الحمد على نعمة الأمان اللهم زدنا إيمانا وأمنا اللهم زدنا إيمانا وأمنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من الذنوب ونتوب إليك اللهم فاغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أجسادنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم أن تعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وأن تجعلنا من المقبولين في هذه الليلة المباركة اللهم اجعل الأعمال كلها خالصة لوجهك ولا تجعل لأحد فيها شيء اللهم ارزقنا الإخلاص واجعل الأعمال كلها خالصة لوجهك اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والدعاء والقيام اللهم تقبل منا جميع أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما
علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمنافقين والملحدين والمشركين اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز اللهم آمن بلادنا اللهم آمن بلادنا اللهم انشر الأمن في بلادنا اللهم آمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين وأن تجعلنا من المقبولين وأن لا تردنا خائبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد